مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا فيكم على حلقة جديدة من برنامج إنجليزي على الهواء، البرنامج اللي هدفه أنه يساعدكم لتتقدموا بحياتكم العملية والدراسية. لأجل هذا الغرض قد أعددنا لكم إيميل أو بريد إلكتروني فيكم تراسلون عليه، وهو english@al-waad.tv، وفيكم من عبره أنه تبعثوا لنا أسئلة، تعليقات أو تطلبوا الموارد والمواد اللي عددناها لكم. وهلأ رح نبلش أنا وياكم بالحلقة بقراية مقطع من الكتاب المقدس مثل دايما. فإذا خلنا ننتقل سوا أنا وياكم على فقرة comprehension أو فهم. فإذا مشاهدينا نحن هلأ مع الفقرة الأولى اللي هي فقرة comprehension أو فهم، اللي بالعادة بنقرا فيها مقطع من الكتاب المقدس باللغتين العربية والإنجليزية. ولتساعدني بأنه أقوم بهذا الأمر اليوم مع ضيفتنا دينا. هاي دينا. هاي روبا. Good morning. Good morning to you. How are you today? I am great روبا and okay. I'm very happy that you have me here. فإذا أنا ودينا كنا عم نحكي أول شيء صبحنا على بعض مثل ما تعلمنا بحلقات سابقة، وأيضا هي قالت لي عبرت عن أنه هي موجودة، أنه تكون مبسوطة أنه موجودة معنا هون. ومثل ما بتتذكروا دينا كانت معنا بحلقات سابقة وكانت عم تقرأ معنا المقطع باللغة الإنجليزية عم بتساعدنا فيه، بما أنه هي What do you do in life؟ I'm actually an English professor. فإذا هي شغلة بالحياة هي professor، هي أستاذة لغة إنجليزية. فإذا فيها تساعدنا للكلام لنتعلم كيف إنه نلفظ اللغة الإنجليزية بالشكل الصحيح. رح نقرأ اليوم أنا ودينا مقطع من فيليبي 1 الآيات من 9 ل 11. دينا اليوم رح تكون عم تقرأ لنا من الـ NIV New International Version، يعني رح نغير شوي عن مقطع الـ Message Bible. فإذا can you read for us Philippians, the passage of course. Philippians 1:9-11. And this is my prayer, that your love may abound more and more in knowledge and depth of insight, so that you may be able to discern what is best and may be pure and blameless until the day of Christ, filled with the fruit of righteousness that comes through Jesus Christ to the glory and praise of God. فإذا هذا المقطع الرائع باللغة الإنجليزية، قبل ما فسره رح أنقل وإقرأ باللغة العربية معكم مشاهدينا من ترجمة فان دايك. فإذا فيليبي 1 الآيات من 9 ل 11، وهذا أصليه أن تزداد محبتكم أيضا أكثر فأكثر في المعرفة وفي كل فهم، حتى تميزوا الأمور المتخالفة لكي تكونوا مخلصين وبلا عثرة إلى يوم المسيح، مملوئين من ثمر البر الذي بيسوع المسيح لمجد الله وحمده. فإذا المقطع بيحكي عن كنا عم نقرأ عن المقطع، والمقطع بيحكي عن التمييز اللي هو بالإنجليزي discern يعني إنه يميز، أو discernment يعني إنه شخص يقدر يميز بين الأمر الصحيح والأمر الخطأ، أو بين الأمر الإيجابي لحياته والأمر الخطأ. بالمقطع عم بقلنا إنه نحن بحاجة إنه نعرف الأمور الجيدة ونحتفظ فيها حتى نكون بلا عثرة، حتى ما يكون فينا خطأ. فإذا نحن قرينا هذا المقطع تنتذكر أنه الأمور اللي رح نتعلم عنها بفقرة vocabulary أو معاني ومفردات اللي هي عن technology، عن كل شيء تكنولوجيا، يمكن نحن ما نعرف كيف نستخدمها بالشكل الصحيح. فهيدا المقطع بولس عم بيصلي لأهل فيليبي أنه يقدروا يعرفوا، يكونوا متعمقين بمحبة الرب لدرجة أنه بيقدروا يعرفوا شو هي الأمور الصحيحة ويقدروا يميزوا بين الأمور الصح والغلط ليعملوها. ايضا اليوم رح نكون عم نقرا من يعقوب 1 الايات من 16 ل 18. رح نبلش القراءه مع دينا باللغه الانجليزيه بحسب المسج بايبل. ف can you read that please for us? Most definitely. James 1:16-18. So my very dear friends, don't get thrown off course. Every desirable and beneficial gift comes out of heaven. The gifts are rivers of light cascading down from the Father of light. There is nothing deceitful in God, nothing two-faced, nothing fickle. He brought us to life using the true word, showing us off as the crown of all his creatures. واو، عن جد مقطع رائع. عم بيقلنا انه كل شيء الرب بيعمله، كل شيء الرب بيخلقه هو صالح، لانه الهنا هو اله صالح. خلينا ارجع اقرا المقطع باللغه العربيه لنفهمه بشكل اوضح. فاذا عم بقرا يعقوب 1 الايات من 16 ل 18 بحسب ترجمه فان دايك. المقطع بيقول: لا تضلوا يا اخوتي الاحباء، كل عطيه صالحه وكل موهبه تامه هي من فوق، نازلة من عند أبي الأنوار الذي ليس عنده تغيير ولا ظل دوران. شاء فولدنا بكلمة الحق لكي نكون باكورة من خلائقه،
فإذا الرب وقت خلقنا بالنسبة للرب نحن بالإنجليزية crown of his creation يعني نحن أفضل شيء تاج بالنسبة لكل خلائقه، بالعربية جاي بكورة خلائقه يعني البكر، يعني أهم شيء بالنسبة للرب بكل الخليقة هو نحن، هو أنا وأنتم مشاهدينا. فإذا نحن وقت نكون عم نركز على التكنولوجيا، وقت نكون عم نركز على الأشياء الملموسة، ما لازم ننسى أنه بالنسبة للرب ومفروض يكون بالنسبة لنا الأولوية للبشر، الأولوية للأشخاص ولعلاقتنا نحن وهيدول الأشخاص. وهيدا الشيء رائع أنه نتذكر، خاصة أنه عندي ضيف اليوم، نتذكر أنه عن جد العلاقات هي أهم شيء بالحياة، أهم شيء معقول تفكروا فيه أو أهم شيء مفروض توجهوا اهتمامكم عليه هو الأشخاص، وأنه تعملوا هيدا الشيء من خلال التكنولوجيا، تستخدموها كوسيلة ومش كهدف. فإذا تعلمنا كلمة discernment أو discern باللغة الإنجليزية اللي بتعني تمييز، we need discernment، نحن بحاجة للتمييز لنميز وقت نكون عم نستخدم التكنولوجيا بين الطريقة الصحيحة والطريقة الخطأ. وأيضا نحن بحاجة أنه نتذكر أنه كل عطية صالحة every good gift هي من عند الرب، هي جاية من عنده لأجلنا، ونحن بالنسبة له we are the crown of his creation، نحن بكورة خلائقه، نحن أحلى شيء بالنسبة للرب. مفروض نتذكر هذا الأمر وقت نطلع بإخوتنا. وهلأ مشاهدينا أنا بذكركم بالإيميل اللي عم بيقطع على الشاشة وهو english@al-waad.tv. ننتقل أنا وياكم لفقرة vocabulary. فإذا مشاهدينا نحن بعدنا عم نكفي بحلقة كتير مميزة عم نحكي فيها عن التكنولوجيا، مثل ما قلت بأول البرنامج إنه عم نحكي عن التكنولوجي أو التكنولوجيا. هلا رح نكون عم نحكي عن بعض الكلمات التكنولوجية، وبذكركم مثل ما قلت بأول الحلقة دايما استخدموا التمييز، يعني الشغلة فيها تكون كتير منيحة وفيها تكون كتير سيئة حسب أنتو كيف تستخدموها وأنتو لوين بتوجهوها. فإذا أول كلمة بالفوكابلري معنا دينا هي شو؟ كمبيوتر. كمبيوتر باللغة الإنجليزية أو حاسوب أو حتى كمبيوتر بالعربي بتعني الكمبيوتر اللي نحن بنستخدمه كرمال تنفوت على الإنترنت أو لنطبع الداتا تبعنا أو لنحتفظ ببعض الفايلات، ببعض الملفات اللي نحن معقول نكون بحاجة لها. فإذا الكلمة هي كمبيوتر. كمبيوتر أو حاسوب. تاني كلمة عنا إياها هي مونيتور. مونيتور هي شاشة تبع الكمبيوتر أو شاشة الحاسوب اللي بتكون قدامنا. فإذا for every computer you need a monitor، أنتوا بحاجة لشاشة لتقشعوا أنتوا شو عم تشتغلوا. فإذا شاشة الكمبيوتر باللغة الإنجليزية هي مونيتور. أيضا كيرسر. كيرسر. كيرسر هي المؤشر أو بتشوفوا فلاش صغيرة وقت تكونوا عم تشتغلوا على الكمبيوتر. أنتوا بحاجة أنه تعرفوا وين عم بتقطعوا إيدكم، وين عم تقطع الكيرسر، يعني أنتوا وين بتكون تكبسوا أو وين بتكون تحركوا الأمور. كيرسر يعني مؤشر. كيرسر. أيضا شوفي كمان عندنا ماوس. ماوس. ماوس يعني الفأرة أو فأرة الحاسوب باللغة العربية. ماوس هي اللي بنستخدمها تنحرك الكيرسر، تنحرك المؤشر، يعني نحن من خلال الماوس نقدر نحرك الكيرسر كرمال تنتصرف بالأمور على الكمبيوتر، يعني ننقل فايلات، ننقل ملفات أو نحفظهم أو نعمل حياة لأمر آخر. نحن بحاجة لفأرة الكمبيوتر، فأرة الحاسوب اللي تسمى ماوس، وهي أيضا فأرة أو ماوس كمعنى animal، كمعنى حيوان. فإذا عندنا القارد، القوارض الصغيرة اللي هي الماوس يعني الفأرة. شو كمان؟ We also have CPU. CPU اللي هي which is short for the central processing unit. أوكي، فإذا عم نحكي عن الوحدة الأساسية بالكمبيوتر اللي هي وحدة المعالجة المركزية. فإذا الكمبيوتر أو الحاسوب اللي عندكم بالبيت في بقلبه CPU أو في معه CPU اللي بيكون بقلبه في جميع المعلومات. فإذا نحن بالعادة منشير للكمبيوتر وقت نكون عم نحكي عن المونيتور أو الشاشة، بينما الكمبيوتر الحقيقي أو الذكاء تبع الكمبيوتر، الدماغ إذا بدنا نشبهه للإنسان، هو CPU يعني وحدة المعالجة المركزية. CPU وحدة المعالجة المركزية. شو عنا كمان؟ كمان عنا كيبورد. كيبورد. حكينا بحلقة سابقة وقت كنا عم نحكي عن الآلات الموسيقية عن الكيبورد كآلة موسيقية، وقلنا أيضا أنه بنستخدمها كلوحة المفاتيح وقت نكون عم نطبع على الحاسوب اللي بتكون اللوحة قدامكم في عليها الأحرف أو الأرقام كرمال تقدروا تطبعوا كلمات. كيبورد يعني لوحة المفاتيح. شو كمان؟ Another word is byte. بايت كمان باللغة العربية بنلفظها بايت، وهي الوحدة اللي منعرف فيها قدي صار في عنا معلومات على الكمبيوتر. فإذا بايت BYTE بالإنجليش هي بايت بالعربي، أيضا نستخدمها تنعرف قدي كمية المعلومات الموجودة عنا. We also have scanner. سكانر. سكانر هي الآلة اللي بنستخدمها كماسح ضوئي.
سكانر بتكون موجودة مش مع كل الكمبيوترات، بس وقتها تكون موجودة مع الحاسوب بنستخدمها، بنحط ورقة عليها وسكانت، يعني بنمسحها ضوئيا. سكانر هو ماسح ضوئي. When we scan something يعني بنستخدم الفيرب، بنمسحها ضوئيا، يعني هيدا الشيء بقطع ضوء، نوع من أنواع الضوء، على هيدي الورقة وبينقلنا إياها على الكمبيوتر على CPU unit لتبين عنا على المونيتور. فإذا سكانر يعني ماسح ضوئي. We also have print. Print يعني يطبع. وقتا منستخدم السكانر أو البرينتر كرمال تنطبع ورقة، يعني أنا من بعد ما كتبت على الكمبيوتر، من بعد ما طبعت، أنا بعمل لها print out، أنا بظهر هيدي الورقة لتصير موجودة معي كورقة مطبوعة. فإذا print يعني يطبع. We also have online. Online وقت يكون الشخص فايت على الكمبيوتر، يعني وقت هذا الشخص يكون متصل بالإنترنت. Online تعني إنه هذا الشخص عنده اتصال على الإنترنت وعم بيستخدم الكمبيوتر، عم بيستخدم الحاسوب، أو عم بيستخدم آلة تانية مثل السلولار، يعني مثل الهاتف الخلوي أو أي نوع آخر من التكنولوجيا، ليتصل بالإنترنت ويبين لرفقاته أو ينزل أمور أو يحمل أمور. والتنزيل والتحميل بالإنجليزي شو معقول يكونوا؟ To download and to upload. Download يعني أنا عم حمل شيء، تحميل باللغة الإنجليزية. Down مثل ما قلنا إنه نزول، وأب يعني طلوع. فإذا داونلود إني حمل، يعني في شيء موجود على الإنترنت وأنا عم نزله من الإنترنت لعندي على CPU، لعندي على الكمبيوتر. أبلود كما قالت نادينا، في عنا داونلود وفي عنا أبلود. داونلود هو إني أخذ معلومات، أبلود هو إنه حط معلومات على الإنترنت تيقدر شخص آخر إنه يلاقيها. فإذا عنا داونلود وعنا أبلود. شو عنا كمان؟ عنا هارد كوبي and then we have a soft copy. أوكي، هارد كوبي هي وقت بيكون عنا نسخة مطبوعة، يعني هارد يعني قاسي، يعني بقدر أنا أمسكها بإيدي. هارد كوبي يعني نسخة مطبوعة. وتاني كلمة هي soft copy. soft copy وقت بيكون عنا الشغلة كنسخة رقمية، يعني هيدا الشغلة ما في أحملها بين إيدي. مثلا هيدا المقال منه a hard copy، منه مطبوع على ورق، بس موجود على الانترنت، فبقدر من خلال المونيتور، من خلال شاشة الكمبيوتر، اني انا اشوفه واقراه. اخر كلمتين معنا لليوم هن email and chat room. ايميل، ايميل اللي منذكركم فيه بكل حلقة، وهو البريد الالكتروني اللي فيه من خلاله تتواصلوا مع اشخاص وتبعتوا لهم رسائل عبر الانترنت. وعنا تشات روم اللي هي غرفة الدردشة عبر الانترنت اللي فيكم تفوتوا عليها وتحكوا من خلالها مع اشخاص اخرين. لسوء الحظ مشاهدينا ما رح اقدر نكفي انا ودينا باللائحة لقصر الوقت، بس فيني اطلب منكم انه تفوتوا على الايميل، يعني على البريد الالكتروني الخاص بالبرنامج، تبعتوا لنا وتطلبوا هيدي المواد، بالإضافة للكلمات الأخرى اللي حملتهم دينا، وبعرف أنه أنتم متشوقين لتعرفوا شو هن. فإذا بعتوا لنا، طلبوا هيدي الموارد وأنتم أكيد رح تحصلوا عليها وقت تبعتوا لنا على english@al-wad.tv. وهلأ أنا وأنتم ودينا رح نتوقف مع الفاصل تنرتاح شوي. فإذا فاصل ونواصل. مشاهدينا اهلا وسهلا فيكم من بعد الفاصل. اشتقنا لكم انا ودينا، فدينا اضطرت انه تغدرنا لكفي مقطع الجرامر وحده. بس قبل ما كفي بحب اذكركم بالايميل اللي هلا عم بيقطع على الشاشه، وهو english@al-wad.tv. وهلا رح نكفي انا وانتو بمقطع الجرامر او قواعد اللغه الانجليزيه. اليوم رح نكون عم نحكي عن الامبيريتيف، وهي صيغة اللي منتكلم فيها وقت نكون عم نحكي أمر أو عم نأمر شغلة أو عم نوصي، مش بالضرورة بشكل مش مهذب، بل بالأحرى بشكل مهذب بس بشكل مباشر مع شخص. فينا نستخدم الامبيريتيف أو صيغة الأمر بكتير أشياء. مثلا فينا نستخدمها وقت نكون عم نعطي an advice or a suggestion، يعني وقت أكون أنا عم بعطي نصيحة أو اقتراح لشخص. مثلا فينا نقول exercise 4 times a week، يعني مارسوا التمارين الرياضية 4 مرات بالجمعة. exercise جاية بصيغة الأمر وقت أنا عم قله للشخص أنه لازم يمارس تمارين الرياضية 4 مرات بالأسبوع. أيضا فينا نستخدم هيدي الصيغة وقت نكون عم نعطي directions، يعني عم ندل شخص كيف يوصل لمكان. مثلا turn right at the bank and walk 3 blocks.
turn right مثل ما قلنا turn يعني دور right يعني إلى اليمين يعني عم نقول للشخص إنه يدور على اليمين أو يكوع السيارة على اليمين ويقف ثلاث بنايات ليوصل لهيدا المحل أنا عم بستخدم سيرة الأمر بس أنا فعليا ما عم بأمر هيدا الشخص بل عم بعطيه تعليمات أو إرشادات كيف يوصل لمحل معين ايضا بنستخدم الامبيراتيف وقت نكون عم نعطي instructions بهيدي الحاله مثلا فينا نكون عم نعطي instructions للطبخ مثلا بنقول cut the onions into small pieces يعني هرم او قص البصل لشقف كتير صغيره فاذا cut the onions cut شيء بالامبيراتيف يعني نستخدمها كرمال نخبر الشخص تنعطي تعليمات كيف في يعمل طبخه معينه او كيف في يعمل امر معين فإذا لحديت هلا صار عنا giving advice or suggestion giving directions و giving instructions أيضا في عنا to give order or commands يعني وقت أنا أكون عم بأمر هيدا الشخص أو عم بطلب منه أنه يعمل شيء مثلا be quiet أو please be quiet عم بقول له عم بقول مثلا المعلمة بتقول بالصف be quiet وقت تكون عم تأمر التلاميذ بالصف أنه يروقوا أنه يهدأوا ما بقى يحكوا أو أنا في يكون عم بحكي على التليفون ورفيقتي عم تحكي في أقبرهم إلا please be quiet يعني please اهدأي لا اسمع شو عم بحكي على التليفون فإذا نقدر نستخدم الامبيراتيف كرمال تنعم وتنكون عم نعطي أمر أو عم نعطي وصية معينة أيضا فينا نستخدم الامبيراتيف to give warnings مثلا فينا نقول watch out يعني انتبه وقت تكون الأم عم بتراقب ولدها طفلة صغير فيه تقول له watch out يعني انتبه من شغلة معينة watch out انتبه بصيغة الامبيراتيف أيضا في عنا to make a polite request To make a polite request يعني أنه أنا عم بطلب من الشخص بشكل مهذب مثلا Please turn off the light رجاء أو please أنه تطفو الضوء فإذا turn off the lights turn off جاي بصيغة الامبيراتيف واللي هي الأمر فإذا أنا بستخدمه لأطلب من الشخص طلب بشكل مهذب وآخر طريقة أو آخر شغلة نحن بحاجة أنه نستعمل الامبيراتيف فيها هي to offer an informal invitation يعني لقدم لشخص دعوة مش كتير رسمية مثلا join us for dessert عم عيط لرفيقتي عم بقول لها hey دينا join us for dessert يعني انضمي لقلنا نحن وعم نتناول الحلوى فإذا أنا استخدمت الامبيراتيف مش لأعطيها أمر بل لقدم لها دعوة مش رسمية بما أنه هي صديقتي فإذا فينا نستخدم الامبيراتيف to give advice or suggestion يعني تأنا أعطي الشخص نصيحة أو اقتراح على شيء to give directions يعني تدله على طريق معين أو تدله على أمر معين to give instructions وقت بكون عم معلمه كيف بده يعمل شغلة معينة أيضا to give orders or commands يعني تأمر الشخص أو تأمر المجموعة أو توصي شخص أنه يعمل شغلة to give warnings يعني انه ينبه مثل ما قلنا watch out to make a polite request يعني تطلب طلب بشكل مهذب واخر شيء to give an informal invitation يعني انه ادعي الشخص بطريقه مش كتير رسميه انتبهوا انه السبجكت بهدول السنتنسز يعني الفاعل بهدول السنتنسز اللي هو you منه مكتوب يعني منه مدون وقت قلت watch out انا ما قلت you watch out بستخدمها بلا ما احط الفاعل بلا ما احط السبجكت يعني عم اقول watch out بلا ما احط اليو وهذا الشيء بينطبق على الحالات سواء كانت الكلمه سواء كان الشخص مفرد او جمع يعني اذا كان you بعني فيه شخص او بعني فيه مجموعه فاذا وقت عم اقول turn left at the corner يعني يعني انه تدور على اليسار عند هيدا الناصية او عند هيدا الكوع ما عم قول يو تيرن عم قول تيرن ليفت يعني عم دغري اقمره بلا ما استعمل سبجكت ايضا لاجل انه نحكي بشكل سلبي او نستعمل الامبيراتيف بالنيجاتيف فورم بنقول دو نوت بلس سمبل فيرب وايضا مثل ما حكينا فينا نستخدم الكونتراكتد فورم يعني بدل ما نقول دو نوت نقول دونت يعني مثلا فينا نقول do not run across the road يعني ما تقطع الطريق او ما تعبر الطريق do not او don't cross the road او do not cross the road او فينا نقول don't smoke يعني لا تدخن او do not smoke يعني لا تدخن فاذا فينا نستعمل do plus not plus the verb او فينا نقول don't plus the verb واثنيناتهم بيعنوا انه انا عم بستخدم الامبيراتيف in its negative form
مشاهدينا بتقدروا تلاقوا هيدا الدرس من القواعد بالإضافة لجميع الدروس الأخرى اللي قطعت معنا بالحلقات، وتتراسلونا على الإيميل اللي عم بيقطع على الشاشة وهو english@al-waad.tv. وهلأ أنا وأنتو رح ننتقل سوا لفقرة إديومز أو عبارات شائعة. مشاهدينا وصلنا لفقرة إديومز، وهي الفقرة الأخيرة من البرنامج اللي بعطيكم فيها بعض العبارات الشائعة أو الرائجة باللغة الإنجليزية. أول إديوم رح أعطيكم إياها هي fish out of water. fish out of water حرفيا بتعني إنه السمكة هي خارج المي، بس كإديوم هي بتعني إنه هيدا الشخص بحس حاله إنه هو مش بمكانه، أو بحس بعدم الراحة وقت يكون عم ينحكى عن موضوع معين أو وقت يكون بمجتمع معين. مثلا فينا نقول when kids talk about technology parents feel like a fish out of water، يعني وقت الاولاد بيحكوا عن التكنولوجيا الاهالي الاكبر سنا بحسوا حالهم مش مرتاحين، بحسوا انه هيدا الدومين او هيدا الموضوع هن ما لهم علاقه فيه. فاذا fish out of water، فيكم تعيدوا ورايا fish out of water، يعني الشخص يحس حاله مش مرتاح بوضع معين او مش مرتاح ضمن حديث معين. أيضا فينا نستخدم الإديوم leave no stone unturned. leave no stone unturned تعني أنه أنا عم بعمل كل جهدي للاقي أمر معين. leave no stone unturned كunturned بتعني أنه أنا عم أب كل حجرة عم شوفها، بس هي بتعني أنه أنا عم ببذل كل جهدي وأنا نبشت على هيدا الشغلة وين ما كان، بكل مكان قدرت أفكر فيه وما قدرت ألاقيها. مثلا فينا نقول she lost her keys this afternoon، يعني هي ضيعت مفاتيحها، بما أنه كلمة key بتعني مفتاح. she lost her keys this afternoon، يعني اليوم بعد الظهر. and though she left no stone unturned she couldn't find it، يعني انه على الرغم من انه هي حاولت وبذلت اكبر جهد بتقدره لتنبش عن فتيحه ما قدرت تلاقيهم. استخدمنا عباره leave no stone unturned. فاذا صار عندنا عباره fish out of water وقتها بدنا نكون عم نحكي عن شخص بحس حاله مش مرتاح او مش بموقعه او مش بحديث بيفهمه بالنسبه لامر معين، و leave no stone unturned وقتها بدنا نقول انه هيدا الشخص او هيدا الشخص نبش على شغله معينه فقدها وما عم بلاقيها على الرغم من انه تعذب كثير تيجرب يلاقيها. ايضا فينا نستخدم اخر إديوم معنا لليوم وهي strike while the iron is hot. iron اللي بيعني نحاس، وهي حرفيا بتعني انه لازم نضرب النحاس، او عنا اياه بالعربي انه دق النحاس وهو حامي، او دق الحديد هو حامي. ونحن بنعرف انه هيدا النوع من المعادن iron او حديد او نحاس ما فينا ندقه او ما فينا نغير له شكله الا وقت يكون حامي، الا وقت يكون سخن، لانه وقت يكون حامي بيكون قادرين انه نحركه. بس كعبارة كإديوم هي بتعني أنه نحن نستغل الفرصة ما دام هيدي الفرصة متوفرة. مثلا فينا نقول yesterday I heard of a job opening at that company، يعني مبارح سمعت أنه صار في محل لشخص يجي يشتغل بهيدي الشركة المعينة. you should strike while the iron is hot، يعني لازم أنه أنت تتصرف وتستغل الفرصة ما دام الفرصة موجودة قدامك. فإذا الإديومز اللي استخدمناهم لليوم هن fish out of water وقت بكون عم بحكي عن شغلة أنا أو عن مكان أنا ما بلاقي حالي مرتاح فيه، leave no stone unturned وقت بكون عم بحكي أنه أنا نبشت عن شغلة وما قدرت لقيتها، و strike while the iron is hot يعني أنه استغل الفرصة ما دايما موجودة، و I advise you to strike the iron while it's hot، يعني أنا بنصحكم أنه تستغلوا الفرصة، لأنه قناة الوعد أسرة قناة الوعد أعدت لكم موارد باللغة الإنجليزية فيكم أنتم تستفيدوا منها مشاهدينا، وتتراسلونا على الإيميل اللي عم بيقطع على الشاشة وهو english@al-waad.tv. ومن هلأ لوقتها نسمع منكم، نحن ناطرين أنه تراسلونا بأي أسئلة أي تعليقات أو تطلبوا هيدي الموارد. من هلأ لوقتها أنا بشوفكم بالحلقة المقبلة من برنامج إنجليزي على الهواء.